مساء الخير كل متابعي اليوم السابع. هيكون معايا النهارده نموذج من البنات الجدعه اللي فكرت انها تعمل مشروع، والحقيقه والدها بيساندها في المشروع. حولوا عربيتهم لكافيه متنقل. هنتعرف عليهم النهارده ونعرف حكايتهم مع المشروع. زي ما حضراتكم شايفين، مساء الخير. تعرف بيكي، عايزين نعرف يا كنان بقى، يعني النهارده كل متابعي اليوم السابع عايزين يعرفوا انت ازاي قدرت تعملي المشروع بتاعك دوت. يعني بدأت الفكرة من امتى؟ الفكرة كانت أول ما حوار العربيات دي أصلا يعني كانت لسه قليلة قوي، فكرت فيها وقلت لبابايا يعملها لي يعني، وعملتها من بقالي كده تقريبا مثلا داخلة في سنة. أنت بتدرسي إيه يعني؟ إدينا فكرة. سياحة فنادق. في سنة كام؟ في سنة تانية. بتيجي كل يوم من الساعة كام لكام مثلا؟ مثلا من الساعة 5 لغاية الساعة 12 مثلا بالليل. بتقدمي إيه بقى من خلال المشروع؟ فكرت ازاي في المشروع، ولما قلت لبابا كان رايه ايه وساندك ازاي؟ لما قلت له راح عمل لي المشروع على طول، يعني قلت له يلا ننزل نشوف المكان ونشوف الحاجه، ساعدني ونزلنا دورنا وجبنا بس. هل في حد بقى بيشجعك بيقولك انت نموذج ايه؟ يعني اصحابي بيشجعوني واهلي بيشجعوني، كلهم مبسوطين بيا، اللي هو حاجه ما اللي هي بنت اللي انا بنت وبعمل الحاجات دي يعني، واللي هو رغم انك بتدرسي وكده ففكرت يعني لو انا عايزه اشتغل وعايزه ادرس لازم اعمل كل حاجه يعني. طموحاتك ايه؟ عندك طموح معين في المشروع؟ طموحاتي ان انا تبقى المشروع يبقى اكبره وابقى واقفه تمام وبس. بتساعدي بقى بابا ولا بابا اللي بيساعدك؟ لا احنا الاثنين بنساعد بعض، بس هو اللي يساعدني. طب توجهي نصيحة للبنات والشباب عموما اللي بيقعد يقول مفيش شغل و... لا هو في شغل بس احنا نجتهد شوية بس، لو اي حد من اهلنا يساعدنا هنبقى حاجه كويسه. طب انت بتقدمي ايه النهارده؟ ممكن نشوف انت ازاي بتقدري العربيه مثلا، تقولي لنا مكونات الحاجات و... عندي شاي، عندي قهوه وقهوه فرنساوي وقهوه بندق وقهوه توت وقهوه فراوله. ازاي جهزتي العربيه انها تبقى تعمل فيها الحاجات دي يعني؟ يعني جهزتي ازاي العربيه؟ جايبه ايه عشان تقدمي بيه من خلال كل حاجه؟ انا جايبه كل حاجه، المكنة دي علشان اللبن والاسبريسو والحاجات دي، ودي مكنة القهوة بس، ودي برضه بتعمل الشاي كمان. طب ممكن نشوف كده، نوري المتابعة اليوم السابع ازاي بتعملي القهوة او حاجة؟ انا بعمل قهوة اصلا، جيت وانا بعمل القهوة. طب نشوف مع حضرتك كده. تمام. نتعرف بيك. مساء الخير. مساء الخير. طارق ممدوح وليد باكي. عايزين نعرف من حضرتك ازاي قدرت ان انت تشجعها، وقالت لك الفكره ازاي وكان رايك ايه؟ والله حضرتك هي من قيمه سنه كده، سنه ونص، كانت عايزه مكان. ممكن حضرتك تبقى جنبها عشان نشوف ازاي هي بتقدر تعمل ال القهوه. اتفضل حضرتك. في قهوه على فكره مكان احدث مكان في اوضتك، وهي لما جت قالت لي انا عايزه افتح مشروع ترددت بصراحه في الاول، ان بنته تقف في الشارع والكلام ده كله، بس لقيت حماسها عالي جدا، ولقيت ان الموضوع بالنسبه لها هيبقى اكتر قوي، فقلت لها حاضر. فعلا الحمد لله بفضل الله طبعا سبحانه وتعالى جبت لها العربيه ديت، وجبت لها مكنه الاسبريسو، وجبت لها الاوبتر. طبعا بيجي الناس بتطلب بقى الاوردرات وتطلب، الحمد لله اهم حاجه هي بتطور الموضوع، لانها بتدخل على النت وبتطور. هي دلوقتي عندها حوالي 20 او 25 تقدر قهوه تفهمها، عندها كابتشينو تقدر تعمل منها اي نسيج، وهي اساسا كمان تخصص كليه سياحه وفنادق. فالموضوع وحضرتك خريج ايه؟ كليه سياحه وفنادق. فالحمد لله انا ربنا قدرني ان انا ابقى واقف معاها، لان ما ينفعش ان انا مساء الخير كل متابعي اليوم السابع. هيكون معايا النهارده نموذج من البنات الجدعه اللي فكرت انها تعمل مشروع، والحقيقه والدها بيساندها في المشروع. حولوا عربيتهم
لكافيه متنقل، هنتعرف عليهم النهارده ونعرف حكايتهم مع المشروع. زي ما حضراتكم شايفين، مساء الخير، تعرف بيكي؟ عايزين نعرف يا كنان بقى، يعني النهارده كل متابعي اليوم السابع عايزين يعرفوا انت ازاي قدرتي تعملي المشروع بتاعك دوت. فكرت فيه وعملته، بابايا ساعدني ان انا اعمله وبس. يعني بدات الفكره من امتى؟ الفكره كانت اول ما حوار العربيات دي اصلا يعني كانت لسه قليله. كلمني بقى حضرتك عن اول ما جت قالت لك انا عايز اعمل مشروع على العربيه، حضرتك فكرت ازاي وشعورك وقتها كان ايه؟ والله طبعا انا بالنسبه ان انا كمان في مجال الفنادق والسياحه والكلام اللي هي كانت عايزاه، فهي لما جت طلبت مني الموضوع ده انا لقيت صعوبه الاول في وقفه الشارع، لكن لقيتها متحمسه جدا 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 للموضوع وقالت لي انا عايزه الحاجه دي علشان انا عندي طموح ليها ان انا اعمل بايك واثنين وثلاثه وشركه. فبصراحه قلت اقف جنبها، فلما لقيت ان انا قلت جنبها لقيت ان هي بصراحه عظيمه جدا في الموضوع ده، مش والله مش عشان بنتي، فعلا ان انا فعلا صامده جدا في الموضوع، بتطوره بطريقه جميله جدا. يعني بدات في البدايه بكذا نوع من القهوه، النهارده بقى 20 نوع او 25 نوع من القهوه. يعني حضرتك من اول لحظه كنت معاها في المشروع؟ طبعا طبعا من اول لحظه كنت معاها وما بسيبهاش طبعا خالص، لان طبعا انت عارف البنت ما يرجعش ان هي تبقى واقفه لوحدها. فطبعا انا مش هينفع ان انا اسيبها وانا باجي معاها وبمشي معاها. يعني هي وقفتها من الساعه 5 للساعه 12 انا معاها يوميا بصفه دائمه، لان ما بقدرش ابقى لوحدها، بس الاقيها ان هي بتطور. وده اللي عاجبني فيها ان هي بتطور اعمالها، يعني بتطور قاعده زباينها، بتطور السيرفيس بتاعها، بتطور المنتجات بتاعتها، بتشوف احسن حاجه ايه وبتقدر تتدرب عليها منها لنفسها، وبتعرف تطلع فليفرز كويس وتيست كويس جدا جدا باعتراف الكاستمرز اللي عندنا. وهي النهارده بقى ليها يعني نشوف النهارده مع متابعي اليوم السابع باكي، هي طالبه في كليه سياحه وفنادق وعملت المشروع. كلمينا بقى يعني ايه الانواع الحاجات اللي عندك؟ عندي قهوه وعندي لوتس وعندي هوت شوكليت وعندي قهوه توت وقهوه فراوله وقهوه مانجا وقهوه شيشه تفاح وقهوه جوز هند، في كذا قهوه لوز وفستق ومستكه. التعامل مع الجمهور طبعا او الزباين اللي بيجوا لك، انطباعهم ايه عنك لما بيشوفوك بنت واقفه؟ بصراحه كذا حد يعني قال لي انت مليون راجل وكده، اللي انت واقفه يعني بنت واقفه في الشارع وعامله المشروع ده، الناس كانت فخوره بيا الحمد لله، يعني احمد ربنا على الحاجه دي. بتقولي نصيحه لكل البنات والشباب اللي هم بيقولوا مفيش شغل وقاعدين؟ تقولي ايه لبابا بعد ما شجعك بقى في المشروع ووقف جنبك؟ بابا